رمضان 97-98. لوحة المسيح والمرأة السامرية لفنان عصر النهضة ميكيلانجلو تباع بمبلغ وقدره 7.4 مليون دولار أمريكي في مزاد سوتبي. جدير بالذكر أن في رمضان 1992 في عيد ميلاده انتشر فيروس يحمل اسمه. وكالة ناسا تعلن أن رائد الفضاء جون جلان البالغ من العمر 76 سنة من الممكن أن يصعد إلى الفضاء مرة أخرى. جون جلان كان أول أمريكي يدور حول الأرض فدار بها 3 مرات في عام 1962 وخامس إنسان على وجه الأرض يزور الفضاء. 19 دولة أوروبية تتفق على منع استنساخ الإنسان. شركة مايكروسوفت تشتري خدمة الإيميلات هوت ميل ب 400 مليون دولار، وتعيد إطلاقها باسم MSN هوت ميل. أطباء من جنوب أفريقيا وأمريكا ينجحون في فصل توأم ملتصق من الرأس. الدكتور بن كارسون جراح الأعصاب الأمريكي قاد فريق من 50 متخصص لفصل التوأم البالغ من العمر 11 شهر فيما أطلق عليه باسم عملية مستحيلة. المدهش أنهم كانوا بيتشاركوا الأوعية الدموية المعقدة اللي تدفقت في أدمغتهم. غنى الفريق ترانيم وهم بيقوموا بعملية استمرت 30 ساعة ليلة رأس السنة، وكانت العملية ناجحة. بعد فترة وجيزة من انفصال التوأم الطفلين شافوا بعض الأول مرة، ودي صورتهم بعد 21 سنة. المخربون يقطعون رأس حورية البحر في كوبنهاجن. تم إنشاء التمثال البرونزي المنحوت في عام 1913 والمستوحى من حكاية هانس كريستيان أندرسن الخيالية، ومنذ إنشائه كان يعتبر الرمز الوطني للدنمارك لأكثر من قرن يجذب ملايين السياح. بس الغريب أن التمثال ده اتعرض لاعتداءات كتير عبر الزمن ولأسباب غريبة. مثلا في هذا الشهر قررت مجموعة من الفيمينست الراديكاليات قطع رأس التمثال الشهير من أجل تمثيل رمز لحلم الذكور ونظرتهم للمرأة كجسد بدون رأس، لكن عاد الرأس لجسم التمثال في الشهر التالي. والدة الملكة البريطانية البالغة من العمر 97 عاماً آنذاك تخرج سالمة وبصحة جيدة بعد عملية طارئة في الفخذ. فوز فريق سبايس جيرلز في الدورة 25 لمسابقة American Music Awards، وإحداهن فيكتوريا بتتخطب للاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام قبل توزيع الجوائز بيوم. رئيس مجلس إدارة إنتل يصدر Pentium 2 في شهر رمضان، الظاهر أنه بيتبارك بالشهر الكريم. جميع البارات والنوادي والكازينوهات في كاليفورنيا أصبحت خالية من التدخين. المتدربة السابقة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي توقع شهادة خطية تنكر فيها أنها كانت على علاقة بالرئيس بيل كلينتون. جودي دانش تفوز بجائزة أفضل ممثلة، وفيلم تايتانيك يفوز بأفضل فيلم. بيل كلينتون يصرح: عايز أقول حاجة واحدة بس للشعب الأمريكي، لم يكن لدي علاقات جنسية بتلك الآنسة السيدة لوينسكي. الظريف أيضاً أن خلال كل ده بيل كلينتون بيواجه اتهامات بالتحرش من بولا جونز موظفة سابقة في أركنسا. كلينتون فضل التسوية مع جونز مقابل 850 ألف دولار بدون اعتذار، مقابل موافقتها على التنازل عن القضية. محامي كلينتون بيأكد أن مطالبة جونز ملهاش أساس، وأن كلينتون عمل كده بس علشان يخلص الموضوع ويمضي قدماً. مبارك وعرفات يبحثان تطورات عملية السلام في القاهرة قبيل اجتماعات واشنطن عند كلينتون. التلفزيون المصري يقدم لكم في رمضان فوازير إيما وسيمة بطولة لوسي وأمينة رزق، فوازير جيران الهنا وائل نور ونادين إخراج عمرو عبدين، فوازير وانت عامل ايه؟ مبسوط ولا ايه؟ محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وهلا فاخر. مش احنا اللي خيبة. مسلسل زيزينيا يحيى الفخراني وأثر الحكيم. مسلسل الشارع الجديد عزة العلايلي، فردوس عبد الحميد، عبد المنعم مدبولي، شريف منير، والوجه الجديد محمد سعد. مسلسل التوأم ليلى علوي وليلى علوي ويوسف شعبان. هوانم جاردن سيتي الجزء الأول بطولة مدينة الإنتاج الإعلامي. مسلسل الأبطال الجزء الثاني حسن حسني ومحمد وفيق. مسلسل سعد اليتيم بطولة ياسر جلال ودلال عبد العزيز. المعز وصبيحة فيتسجنوا مدى الحياة. كده هبت منك قوي. مسلسل الأنفد بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار وماجد الكدواني. المسلسل ده كان أول عمل بيطرح فكرة الفلاتر قبل السناب شات. إعلاناتنا الرائعة كعادتها. نادي السينما بمكتبة مصر الجديدة يقدم لكم فيلم المؤامرة بطولة ميل جيبسون. أجهزة تكييف بالتقسيط 69 جنيه في الشهر. سوني هاندي كام الآن في مصر ب 495 جنيه. أما المسرحيات فحصل تحول غريب. مسرحية اسمها حي على بلدنا لمحمود حميدة. محمد صبحي يضم مسرحية عائلة ونيس لماما أمريكا باك تو باك. مسرحية لعلي الحجار اسمها اللهم اجعله خير. مسرحية يحيى الفخراني مع سوسن بدر الطيب والشرير. مسرحية ألاباندا. مسرحية بلو. فيما يبدو سرقوا عبده لأحمد آدم وصلاح عبد الله. وطبعاً للموسم الثالث مسرحية الزعيم للزعيم في سينما ومسرح الزعيم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس على الجرس وسيب لنا تعليق.